اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس الاول مره تشوفنا، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات خاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. الحلقه اللي فاتت كان الناس كلها طلبت مني ريفيو شامل عن برنامج البرو كات والان كات. الحلقه اللي فاتت عملت عن البرو كات، يا ريت الناس ترجع تشوفها الاول قبل ما تكمل معايا الحلقه دي. الحلقه دي هنعرف ايه هو برنامج الان كات اللي بيستخدموه في العيادات للتخسيس، كمان يا جماعه ايه هي مكوناته، تحليل السوتشيك والمحاليل اللي بيعلقوها للناس وحقيقه فعاليه هذا البرنامج للتخسيس بدون اضرار. خليكم معايا ولكن بعد فاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو برنامج الانكت؟ تعال نشوف الدعايه بتقول ايه على البرنامج ده. الدعايه ده يا جماعه بتقول لك ان البرنامج ده بيزود لك الحرق وبيدي نتائج بانقاص حوالي 12% من كامل دهون الجسم في حوالي 91.6% من المرضى. الناس كمان بيقولوا ان الناس اللي بتاخد الحقنه دي لو اكلت هترجع، لان الحقن اصلا بتقلل قدرتك على تحمل الاكل. ناس كتير طبعا في الفيديوهات يا جماعه في الدعايه بتاعتهم قالت ان هي خسرت 10 كيلو في شهر، 11 كيلو في 3 اسابيع. كمان بيجيبوا 2 دكاتره او 2 بيتناقشوا، انا مش عارف هما دكاتره ولا لا، بس 2 بيتناقشوا مثلا مع بعض على حقن الاي في دريبس كانها حل سحري لو حد عنده نقص في الفيتامينات. طب ايه هي حقن الاي في دريبس اللي بيحقنوها للناس؟ اول حاجه يا جماعه حقن بيسموها الموتيفيشن دريبس، ودي تحتوي على مكمل اسمه الناد. الناد دي اختصار كلمة نيكوتينامايد أدينين داي نيكوليوتايد، أو ثنائي نيكوليوتايد الأدينين أو أمايد النيكوتين، وده عبارة عن معاون إنزيمي كوفاكتور موجود في جميع الخلايا الحية، مكون من وحدتين مرتبطين مع بعض من خلال مجموعة فوسفيت، إحداهم بتحتوي على حلقة أدينوزين والأخرى بتحتوي على حلقة النيكوتينامايد. الصيغة الكيميائية بالمناسبة لهذا المركب C21H27N7O14B2. طيب دكتور، هل أنا جسمي محتاج أني أخد مكملات الناد؟ لا يا جماعة خالص، لأن الجسم بيصنع الناد من فيتامين B3، وفيتامين B3 موجود عندك في أكلات كتير جدا، منها الخضروات الورقية، موجود عندك في الطماطم، موجود في الجزر، موجود في البلح، موجود في الأفوكادو، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في اللبن، موجود في البيض، موجود في السمك، موجود في الفراخ. فلو حضرتك بتاكل أكل كويس جسمك هيكون فيتامين B3 يكون كافي جدا لتصنيع الناد. طب يا دكتور، مش يمكن الاحتياجات دي مش بتكفيني لان انا احتياجي مثلا كبير في اليوم؟ لا، تعال اقول لك الاحتياج اليومي لجسم الانسان من فيتامين B3 من الولاده لحد 6 شهور محتاجين 2 ملي بس، من 7 شهور ل 12 شهر محتاجين 4 ملي، من الناس الاطفال من سن سنه ل 3 سنين محتاجين 6 ملي، من 4 سنين ل 8 سنين محتاجين 8 ملي، من 9 ل 13 سنه محتاجين 12 ملي، الرجال فوق 14 سنه 16 ملي، النساء فوق 14 سنه 14 ملي، في الحمل 18 ملي، المرضعات 17 ملي جرام، وده سهل جدا الكميات دي بمختلف التركيزات اللي انا قلتها الحصول عليها في حاله اتباع نظام غذائي صحي. ايضا الجسم مش بيصنع الناد من مكملات او من فيتامين B3، لا ده كمان بيصنعه من التريبتوفان. التريبتوفان ده موجود من فين؟ موجود في الحبوب الكاملة، موجود في المكسرات، موجود في البذور، موجود في الخضروات زي السبانخ والبروكلي والليفت، موجود في الكاكاو، موجود في الشعير، موجود في اللبن، موجود في الأرز البني البراون رايس، موجود في البيض، موجود في الفراخ، موجود في الذرة، موجود في البازلاء الجافة. طب أنا احتياجي اليومي قد إيه من التريبتوفان؟ من 3.5 ل 6 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، ودي سهل جدا إن أنا أحصل عليها في حالة اتباع نظام غذائي صحي. مكملات الناد يا جماعه بتتباع لوحدها حسب حجم العبوه في صوره اقراص، بتروح باسعار من 50 ل 100 دولار تقريبا، ولكن هذه المكملات سواء بتتاخد اقراص او حقن ليها بعض الاثار الجانبيه لما بيتم وصولها للجسم زي الغثيان والقيء والاسهال والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي.
كمان من ضمن الاي في دريبس والمحاليل اللي بيحقنوها للناس حاجه بيسموها الاميون بوستر، وبيقول لك احنا بنديها للناس اللي بتصاب بالعدوى البكتيريه بسهوله، يعني عندهم ضعف في المناعه. كمان بيدوا حاجه اسمها المود بوستر، وبيقولوا ان ليها تاثير ايجابي على الناس لانه بيزود عندهم السيروتونين والدوبامين بصوره سريعه، بتجعل هرمونات الجسم كمان تعمل بصوره افضل. اخيرا بيعملوا حاجه اسمها كاستمايزد دريبس، ودي بيعملوها للناس اللي بيعملوا لها تحليل السوتشيك علشان يحددوا نقص الفيتامينات والمعادن علشان يزودوا عندهم الحرق ويعوضوا اي مشاكل في الصحة العامة. الكلام ده يا جماعة بناء على الدعاية اللي بيقوموا بيها العيادات اللي بتعمل هذه الحقن في التخسيس. طيب هل هذه الحقن بتحتوي على مواد ضارة؟ بتحتوي على مادة اليونيزيتول، ومادة اليونيزيتول من المواد اللي بتعمل لي غثيان، الام في المعدة، صداع، تعب، دوار، دوخة، ممنوعة يا جماعة في حالات الحمل والرضاعة، ممنوعة لمرضى السكر لأن ممكن تسبب هبوط للسكر، بتعمل لي غازات في بطني طول اليوم وصعوبة في النوم. الناس اللي عندها أرق ومشاكل في القلق ما ينفعش تاخد مادة الإنوزيتول اللي بيحطوها في الحقن دي. كمان في الحقن في مكملات فيتامين ب6. فيتامين ب6 اللي هو البيريدوكسين ده يا جماعة من الفيتامينات في حالة عدم وجود نقص فيه، وأنا أخدته في صورة مكمل بيدخلني في صداع وقيء وغثيان وإسهال وإرهاق وضعف ووخز في اليدين والقدمين. كمان الحقن دي يا جماعة اللي بيحقنوها بتحتوي على مكملات فيتامين ب12. هذه المكملات في حالة عدم وجود نقص في فيتامين ب12 عندك هتدخلك في صداع وقيء وغثيان وإسهال وإرهاق وضعف عام ووخز في اليدين والقدمين. كمان بتحتوي على مكملات فيتامين ب6، وفيتامين ب6 لو أنا أخدته في صورة مكملات بصورة كبيرة بيعمل لك أعراض خطيرة، زي إن هو بيقلل قدرتك على التحكم في العضلات أو تنسيق الحركات الإرادية، يعني بيعمل لك عملية اختلال حركي زي كبار السن بالظبط، بيعمل لك جروح جلدية مؤلمة نتيجة إن هو بيسبب حساسية الضوء أو حساسية أشعة الشمس، كمان بيسبب لك الخضر اللي هو فقدان الشعور في جزء معين من الجسم، كمان بيخفض لك الشعور في الألم أو درجات الحرارة القصوى. طبعا علشان يعلق لك المحاليل دي بيطلب منك تحليل اسمه السوتشيك، ودي عبارة عن تقنية بيستخدموه عشان يقيسوا الفيتامينات والمعادن ومدى توازنها في الجسم عن طريق جهاز بيمشيه على باطن اليدين بدون ما يسحب منك عينة دم أو ألم. طب هل التحليل ده دقيق يا جماعة؟ لو كان التحليل ده دقيق كنا استخدمناه احنا في المستشفيات، المرضى اللي عندنا في المستشفيات عشان نتأكد منه، لكن التحليل ده مش دقيق، هو بيديك راندوملي المعدن ده عندك ناقص ولا عندك زيادة ولا هو كويس، لكن مش دقيق جدا لدرجة استخدامه في الكلينيكال نوتريشن. طب هل انا كمريض سمنة او زيادة وزن محتاج احلل الفيتامينات والمعادن؟ خلي بالكو كل فيتامين له اعراض واضحة لنقصه، انت ككلينيكال نيوتريشنست حقيقي بتعرفه، وخلوا بالكم من كلمة نيوتريشنست حقيقي. كلينيكال نيوتريشنست مختلف يا جماعة عن النيوتريشنست العادي او الدايتيشن، ولو حدث نقص وانا شاكك فيه ككلينيكال نيوتريشنست انا بدي نظام غذائي بيحتوي على هذه الفيتامينات لتعويض النقص بيها، مش بلجأ للاي في دريبس الا في حالات الطوارئ، وده طبقا يا جماعة لارشادات او الجايد لاينز بتاعه الاسبن والاسبن اللي هو الجمعيه الامريكيه للتغذيه الوريديه والمعويه والجمعيه الاوروبيه للتغذيه السريريه والايض. ما ينفعش يا دكاتره الدايت او الرجيم اني مريض بياكل ومش مانع اكل وعنده الجهاز الهضمي شغال ما عندوش اي موانع لتناول الطعام اني ابدا له او اعلق له تغذيه وريديه اطلاقا، ده حاجه مرفوضه تماما في علم التغذيه. طالما المريض بياكل والجهاز الهضمي بتاعه شغال ممنوع اعلق له اي محاليل. طب ليه يا دكتور ممنوع؟ اولا ممكن يحدث ضمور للجهاز الهضمي بحاجه بنسميها الجاستريك اتروفي، ما انت ما بتدخلوش اكل فيحدث ضمور في الجهاز الهضمي. ثانيا ممكن يحدث حاجه اسمها سيبسيس اللي هو تعفن الدم في اي وقت نتيجه البكتيريال ترانسلوكيشن اللي هو ايه؟ اللي هو الاقتران البكتيري في الدم. كمان سيادتك بتديله حقنة قافلة نفسه عن الأكل، يعني الراجل اللي هياخد الحقن دي ممكن يقلل نسبة الأكل عنده أكتر من 50% لمدة مثلا
اسبوع او اكتر، تيجي سيادتك تديله محاليل، المحاليل دي بيبقى فيها يا جماعه جلوكوز، تيجي سيادتك تديله الفيتامينات بتاعتك جوه محلول الجلوكوز، يحصل عنده متلازمه خطيره جدا اسمها متلازمه الريفيدنج سيندروم، اللي هي بنقول عليها متلازمه اعاده التغذيه، ودي حاله خطيره جدا. ان شاء الله هعمل عنها فيديو قريبا لو كان عندي وقت فاضي. طب دي ممكن تعمل ايه؟ دي ممكن تلخبط عندك مستويات الالكترولايت في جسمك، يحصل عندك هايبوفوسفاتيميا، نقص الفوسفات بتاع الدم، يحصل عندك هايبومغنيزيميا اللي هو نقص مغنيسيوم الدم، يحصل عندك هايبوكاليميا، نقص بوتاسيوم الدم، ودول يا جماعه نقصهم في الدم بيترتب عليهم اثار خطيره جدا قد تؤدي للوفاه. الناس اللي طلعت بتقول انها خست، ما عنديش مشكله انك خسيت، بس حضرتك بتقول انك انت خسيت 10 كيلو في شهر، واحده ثانيه 11 كيلو في 3 اسابيع، وواحدة تانية 12 كيلو في شهر، مخرجة مصرية طالعة بتقول إنها كان عندها لغط وإنها خست وإنها كانت بتاكل كل حاجة، ولو عملت حاجة غلط مفيش مشكلة، أنا مصدق إنكم خسيتوا الأرقام اللي أنتوا بتقولوها، لكن مستغرب من فرحتكم بالنزول السريع، المفروض تحزنوا لأن ده أمر غير صحي. خبراء التغذية قالوا إن خسارة وزن أكتر من 45% كيلو جرام، يعني تقريبا أقل من نص كيلو بشوية، لحد 9 من 10 كيلو جرام، يعني تقريبا لحد الكيلو جرام اسبوعيا، ده تعتبر خسارة سريعة وغير صحية للوزن. الوزن اللي نزل بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن خسارة العضلات والمية من الجسم وليس دهون، لانك لو عاوز تقنعني انك انت خسيت 10 كيلو دهون في الفترة دي فدي كارثة اصلا، ما ينفعش الجسم يفقد 10 كيلو دهون في خلال الفترة الصغيرة دي من جسمه، فاللي نزل من الوزن كان معظمه عضلات، وبالدليل انك انت تركب على الميزان، الميزان بيوزن مع ان شكلك لسه ما زلت برضو عندك سمنة، ولكن الميزان عندك نزل، فده الوزن بتاع العضلات لان العضلات بتوزن. كمان عمليات الحرق النزول السريع ليها بيقللها لك بنسبة 23% يوميا. كمان ادخل بقى في فقر الدم اللي بيؤدي الى تساقط الشعر والتعب المزمن نتيجة نقص الحديد ونقص فيتامين B12 ونقص فيتامين B9. كمان نقص العناصر الغذائية الهامة تؤدي الى ضعف المناعة وهشاشة العظام زي الفوسفورس واللي هو الفوسفور والكالسيوم وفيتامين د. كمان حصى المرارة، لان الطبيعي يا جماعة ان المرارة عندنا بتطلق العصارة الهاضمة عشان تفتت الاحماض الدهنية لتسهيل هضمها. في حالة عدم تناول الشخص كميات كافية من الطعام، ما هو شغالين يحقنوه بحقن وريدية فقط لا غير علشان يخس، ومدينه حقن تسد نفسه عن الاكل، فالعصارة ساعتها يا جماعة لا تغادر المرارة وبتجمع المواد المختلفة بيحصل فيها تجميع وبتكون حصى المرارة. النزول السريع للوزن مسؤول ايضا عن استعادة الوزن بسرعة مع حدوث تشنجات في العضلات، دوار، دوخة، جفاف، الشعور الدائم بالبرد، امساك او اسهال، صداع او اضطراب الدورة الشهرية. المفيد في هذه البرامج يا جماعة ان اصحاب البرامج او اصحاب النتائج اللي طالعين يعملوا دعاية في هذه البرامج شهدوا بفشل عمليات التخسيس، وده الجانب الايجابي اللي الناس تاخده منهم، يعني كلهم بلا استثناء اعترفوا ان عمليات التخسيس فضلت معاهم سنين معينة، اللي فضل 3 ولا 5 ولا 6 سنين وبعد كده رجع زاد وزنهم تاني. وانا كنت عملت فيديوهات على عمليات التخسيس من 3 سنين يا جماعة، الفيديوهات موجودة عندي على القناة، وقلت يا جماعة الناس تحذر من عمليات التخسيس لان ملهاش اي لازمة، وكانت ناس كتير بتناقشني على القناة وتقول لي يا دكتور ليه انت ضد عمليات التخسيس؟ خد اهو التجارب بتاعت الناس اللي شهدت بفشل عمليات التخسيس بعد هذا الوقت. طيب هذا البرنامج يا جماعة لا يعمل على الحلول الجذرية، اللي هو برنامج الانكات لا يعمل على الحلول الجذرية لمشكلة السمنة، حتى وهو برنامج البروكات نفس البرنامج لنفس العيادات اللي اتكلمت عليه الحلقة اللي فاتت، ياريت الناس برضو تشوفها. وبالتالي بمرور الوقت سيعود الوزن مرة اخرى، ولكن بمصاحبة الخلل الذي حدث في الجسم نتيجة ما تم إدخاله من مواد الحقن اللي احنا أو العيادات دي بتديها للناس. لذلك يا جماعة بقول كل الناس ياريت تحفظ معايا الجمل دي: When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. لذلك بقول لكل الناس احذروا الدعاية المضللة للمكملات والأدوية، الأدوية للاستخدام الطارئ والمكملات ليست للاستخدام العشوائي.
من يظن أن هناك منتج سحري لنزف الوزن فهو واهم، وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الأرباح من وراء أوهامه، فلا تكن أنت ذلك الشخص. التخسيس الحقيقي يتم بناء على تفاصيل الحالة، ومن ثم وضع برنامج غذائي معين للتخلص من السمنة وتبعتها والرجوع بالجسم للحالة الصحية السليمة. من له أذنان للسمع فليسمع. أتمنى توعية صحية حقيقية سليمة لكل الناس، من خلالها أتمنى وجود شخص على الأقل في كل بيت لديه وعي صحي حفاظا على صحة الناس وحمايتهم من الاستغلال. أتمنى الفيديو عجبنا، ولو عجبنا ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. لا تنسوا متابعتي على صفحة صحة وتخسيس على فيسبوك وعلى قناة التيك توك والكي واي باسم دكتور حنس حشمت لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا لكم، كان معكم دكتور حنس حشمت. ألف سلامة.